أن تكون شاعراً أو مطرباً أو تشكيلياً أو موسيقياً أو غيرها، فتلك فنون نعرفها، لكن ما لا نعرفه وما سنكتشفه في سياق هذا التقرير فن من نوع آخر لم نعرفه بعد، فن يعيد صياغة القصيدة أو الأغنية بصيغة مستحدثة مستخدماً الألوان والأوراق فقط، وهذا ما دأب عليه الرسام العراقي رحيم السيد، الفنان الذي ابتكر لنفسه طريقة إبداعية لترجمة الأغنية أو القصيدة بالرسم، مغامرة كبيرة يخوضها الرسام حين قرر أن يترجم بألوانه الأغنية الشهيرة جفنك جنح فراش غض للفنان الكبير ياس خضر. جفنك جنح فراش غض وحجر جفني وما غمض، يقول بها جفنك جنح فراش غض وحجارة جفني ما غمض. ناراس مالي حجر بالجفن يتمشي بي ويا النبض ويا النبض، شوف قلب الحب صاعد نازل. لم يتوقف السيد عند أغنية ياس خضر حين قرر ترجمة أغنية شقول عليك للفنان قحطان العطار. شقول عليك أقول أنساك روحي وياك، شقول عليك هنا الكلام يطلع من الشفايف، فرسمت شفايف يطلع منها الصوت من يقول شقول عليك أقول أنساك روحي وياك. ولكي يصعب الأمر على نفسه أكثر قرر الرسام رحيم السيد أن يترجم رائعة الشاعر العربي الكبير نزار قباني مدرسة الحب، ورائعة الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لحنا وغناء. علمني حبك أن أحزن، علمني حبك يا سيدتي أن أحزن، وأنا محتاج، المحتاج مديدة المن لامرأة، لامرأة خضراء منذ استخدمت ساعة رملية منذ عصور بابل وحضارة وبوابات أشتار. هي لا تتبع المدارس الفنية المعروفة، فليست سريالية أو تكعيبية أو تجريدية أو انطباعية أو غيرها من المدارس الفنية، بل هي مدرسة من نوع جديد يؤسسها الفنان رحيم السيد مستفيداً من القاعدة الشائعة في الفن، والتي تقول القاعدة الذهبية في الفن أنه لا توجد قاعدة.